يواصل المرشح الرئاسي فريد زهران عقد مؤتمراته الانتخابية في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا ويشمل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرا واحتياجا، كما تتمحور مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة من المنح والهبات إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لمن لا تشملهم المزايا الاجتماعية.